حبايبي بريك 1 فيرست 2020 هنشتغل جزء مهم في الالجبرا واحنا شغالين على الراشونال نمبر اللي هي الكيو. عايزين النهارده نتعرف على اربع كلمات مهمين جدا جدا جدا، كومبليت وتشوز. الاربعه دول بنلاقيهم في اي كويز في اي اكزام. تعال بقى نشوف. لما يقول لي اديتيف ايدنتيتي، اديتيف ايدنتيتي، ايه الاديتيف ايدنتيتي ده يا مستر؟ اسمع حبيبي، لو جيت قلت لك 5 بلس بلا 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 ايكوال 5، وات از ذا نمبر؟ اعمله بلس 5 ايكوال 5 زي شكرا. الله، يعني الزيرو ده انا خدته زمان، اسمه ايه؟ اديتيف ايدنتيتي، اللي هو كان نيوترال ما بيغيرش. يبقى الاديتيف ايدنتيتي طلع مين؟ زيرو. شكرا، يجيبها لي في كومبليت. تعالى الناحيه الثانيه، مالتيبليكيتيف ايدنتيتي. فكرني يا مستر، وات از ذا نمبر؟ اعمله تايمز 5 ايكوال 5. شكرا. يبقى يلا يا مستر، لو قلت لك الاديتيف ايدنتيتي زيرو، المالتيبليكيتيف ايدنتيتي، هل دول يتغيروا؟ لا. شكرا يا مستر، باي باي. ها؟ حد عنده سؤال؟ متأكدين؟ نقول تاني؟ تعالى بقى هنا. المرة دي اديتيف انفرس. اديتيف انفرس. مش فاهم، تعالى بقى أعرفك. مش أنت يا مستر اديتني نمبر لاين بتاع الانتجر نمبر وادي هنا إيه؟ زيرو. وخدنا هنا البوزيتيف وخدنا هنا النيجاتيف؟ تعالى بقى نفهم الاديتيف انفرس. يعني حاجة الانفرس بتاعتها لو كانت في البوزيتيف الانفرس بتاعتها تكون في النيجاتيف، ولو كانت نيجاتيف الاوبوزيت بتاعتها في البوزيتيف. طب تعالى بقى اديني فور اكزامبل يا مستر. فلما اجي اقول لك الاديتيف انفرس بتاع ال1 هيبقى ايه؟ نيجاتيف 1. طب الاديتيف انفرس بتاع نيجاتيف 2؟ شكرا. يبقى الاديتيف انفرس بالبلدي كده اعمل اوبوزيت ساين. لو كان النمبر نيجاتيف اعمله بوزيتيف، ولو كان بوزيتيف اعمله نيجاتيف. طب هل في الحته دي ممكن يهزر معايا؟ تعالى بقى نشوف هزاره الجميل. خلصنا الاديتيف ايدنتيتي، اوعى تنساها. احنا دلوقتي بنتكلم على ايه؟ اديتيف انفرس. وهنعمل ايه؟ تقول لي يا مستر اوبوزيت ها ساين. البوزيتيف يبقى نيجاتيف والنيجاتيف بوزيتيف. لو انا بقى جيت قلت لك نيجاتيف 1 الباور 2، ايه الاديتيف انفرس بتاعتها؟ اقول له لو سمحت يا مستر استنى عليا، ده نيجاتيف بس فوق منه ايه؟ باور. الاول يا مستر همسك الكالكوليتر، يلا حبيبي وبسرعه اعمل لي يلا نيجاتيف 1 الباور 2 وشوف لي هتبقى بكام، وارسمها زي ما برسمها لك. يعني لو عملتها من غير البراكت انت كده بتغلط نفسك. اعمل يا حبيبي البراكت ده وده. تعال يا حبيبي، تعال تعال قرب، بص كده، شوف هنا الكاميرا بتاعه طالعه. ايوه قدام شويه كده. ايه كده تمام. الاول ادي البراكت ودي النيجاتيف وادي 1 واقفل البراكت، شايف دي مكتوبه اكس 2، يبقى انت الباور 2 طلعت كام؟ اهو ايكوال ها 1. شكرا. يبقى انا الاول يا مستر، امسك حبيبي، بص يا صلاح، يبقى الاول، اسمع حبيبي محمد، يبقى انا الاول يا مستر نيجاتيف 1 الباور 2 اجيب الانسر بتاعتها طلعت كام؟ 1. اهو بعد ما جبت الانسر اروح اجيب لك مين؟ اديتيف انفرس. انت ايه؟ 1 بوزيتيف. يبقى الاديتيف انفرس نيجاتيف 1. شكرا يا مستر. نقوم تاني؟ طبعا احنا عندنا مجموعة افكار جميلة. بص معايا يا مستر، لو انا جيت عملت لك العلامة دي ده اسمه ابسليوت. لو انا قلت لك نيجاتيف 2 ابسليوت نيجاتيف 2 عايز الاديتيف انفرس بتاعه، ها هل اقول ده نيجاتيف فيبقى بوزيتيف؟ اقول له لا. طب انا نسيت الفورم ده، لازم الاول اجيب الانسر. برضه يا مستر في الخلاط، تعالى معايا واقف حبيبي، بص لي كده هنشوف ولا لا؟ تحت شويه اهو. بص بقى يا مستر، هدوس شيفت وعندي حاجه اسمها هايبوتنس اهو. هدوس شيفت
اهي وبدوس على الراجل ده اداني علامه الابسوليوت او اكتب بقى نيجاتيف 1 ايكوال اداني كام 1 يبقى الاول يا مستر الابسوليوت ده اسمع حبيبي الابسوليوت ده اجيب الانسر بتاعته طلعت لي ايه 2 يبقى الابسوليوت ده النيجاتيف يخرجوا لي بوزيتيف اهو دلوقتي التو عايز اجيب الاديتيف انفرس بتاعتها نيجاتيف 2 فهمنا حاجه عندنا فورم تاني يا مستر بسرعه عشان ننجز اديتك هنا اي نمبر وحطيت لك هنا ايه الباور زيرو اعمل دي ازاي اقول له ما المستر قال لي اعمل ايه اخد الفورم ده واعمله فين تعال نشوف يلا حبيبي بسرعه بص معايا بص حبيبي ها كده باينه ايوه بص حبيبي ادي براكت وادي الفايف اقفل البراكت عايز اعمل باور زيرو شايف الاكس دي اهي شايفها في الكاميرا ها اهي شايفها اروح دايس هنا فعمل لي باور اروح كاتب له ايه زيرو ايكوال اداني كام 1 يبقى يا مستر افهم بقى اني نمبر اني ليتر اي حاجه تو ذا باور زيرو طلعت لي كام هل ده الاديتيف انفرس بتاع ده اقول له لا انا بقى اروح اجيب الاديتيف انفرس بتاع مين يبقى كام نيجاتيف 1 الله عليك هو ده الفورمز اللي انا اجيبها وانت بقى طبق ولو وقفت معاك حاجه ابعت لي يبقى اديتيف انفرس هعمل تشينج للساين بس يا مستر لو معايا باور اجيب الانسر الاول معايا ابسوليوت اجيب الانسر الاول معايا تو ذا باور زيرو وبعدين اعمل اوبزيت ساين في مشكله تعال بقى نلعب مع الراجل ده مالتيبليكيتيف انفرس مالتيبليكيتيف انفرس مالتيبليكيتيف انفرس المالتيبليكيتيف انفرس بعلم الولاد حتى الصغيرين في الفراكشن اقول له نعمل فليب نعمل فليب نعمل فليب يعني فليب يعني انا لو معايا اي اوفر بي المالتيبليكيتيف انفرس تبقى ايه بي اسمها فليب تيرن اب يطلع داون ينزل داون داون يطلع اب في مشكله قبل ما انسى يا مستر هنا بص بقى عشان في الاديتيف انفرس قبل ما انسى لو اديتك زيرو الاديتيف انفرس بتاعه ايه زيرو الله عليك اكسلنت يا صلاح اصل الزيرو نايذر نور لا هو بوزيتيف ولا نير. يبقى هو يفضل ايه زيرو دي مهمه قوي الاديتيف انفرس بتاع الزيرو هو زيرو تعال بقى نرجع هنا بص بقى انا هشتغل مالتيبليكيتيف ايه انفرس لو قلت لك نيجاتيف هاف تقول له استنى انت عايز مالتيبليكيتيف انفرس هاجي اعمل ايه ها اقلب هنعمل تيرن نتكلم انجلش هنعمل ايه تيرن هنعمل فليب فليب يبقى الوان ينزل داون والتو تطلع اب طب الساين يا مستر ماليش دعوه بيها فيبقى نيجاتيف 2 ماليش دعوه يطلع زي ما يطلع تاني يا مستر معلش هزر معايا لو سمحت شو بقى اللعب لو انا قلت لك وان ان هاف عايز المالتيبليكيتيف انفرس هل الفورم ده نشتغل عليه اقول له لا ده ميكسد لازم الاول اجيب الانسر بتاعته احوله فراكشن الله عليك اعمل كونفرت واخليه فراكشن تعال نفتكر مع بعض بص معايا روح يلا يا محمد بص حبيبي عايزين نكتب ميكسد كده شايف ادي شيفت وفراكشن ظهر ميكسد هروح اكتب الاول ادي ال1 واتحرك طب الحمد يا مستر عملنا شيفت وفراكشن اداني الميكسد كتبت ال1 هتحرك هنا واطلع اب اكتب 1 انزل داون اكتب 2 كده انا كتبت في الكالكوليتر 1 ان هاف شايفها اجي ادوس بص يا حبيبي ايكوال 3 اوفر 2 يبقى انا خليت الميكسد فراكشن فانا دلوقتي طالما خليته فراكشن هقدر اعمل ايه فليب هقدر اعمل فليب. شكرا يا مستر تعالى كده نشوف مع بعض يبقى الاول ادي اهو بقى 3 اوفر 2 انا عايز مالتيبليكيتيف انفرس ها 2 تطلع اب و 3 تنزل داون شكرا يا مستر فهمنا حاجه تاني يا مستر هنا نيجي اخر حاجه الزيرو يا زيرو عايز المالتيبليكيتيف انفرس بتاعك تقول له ده اوفر ايه تعال نعمل فليب يبقى 1 اوفر ايه هل ده راشونال نمبر لا يبقى الزيرو بص
has no multiplicative inverse. دي حاجات مهمة لازم تتعلمها. بعد إذنك تاني، احنا النهاردة اتعلمنا أربع حاجات. الايدنتيتي مع الاديتيف زيرو، المالتيبليكيتيف ايدنتيتي 1. لما اقول لك مالتيبليكيتيف انفرس تقول لي اعمل فليب، لما اقول لك اديتيف انفرس تقول لي اعمل تشينج للساين. البوزيتيف يبقى نيجاتيف والنيجاتيف يبقى بس اهم حاجه يا مستر ان لو جاب لي فورمز من الشكل ده اجيب الانسر الاول وبعدين اشتغل عليها. اتمنى انكم تطبقوا على الجزء ده لانه جزء سهل وجزء جميل، ورسلوني وان شاء الله نتقابل الحصه الجايه.